سمك اشربيات في الفرن، سي فود ورز صيادية وسمك سنجاري. اهلا بيكم ونادي كل الستات. الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، واغفر لهم لأبي وأم الأمهات المسلمين أجمعين. أهلا بيكم ونادي كل الستات. زي ما انتوا كده شايفين هنعمل النهاردة سمك. أول حاجة هنعملها في السمك الرز. هحل على النار، هنحط حبة زيت ونحمر البصل. بتاع السمك كده جاهز، هحط معلقة من بهار السمك وأنزل بالمية. بتاعة الرز بعد ما غيرت البهار بتاع السمك هنحط الرز ونكمل سواه زيه زي الرز العادي. الرز اهو بقى زي الفل. بالنسبة للسي فود مغنقوع كويس في مية واتغسل كتير جدا. بحب افصل الكابوريا الجاهزة ديت عنه، وبصراحة مش بحبها. لو هحطها هحطها في الاخر خالص. هحتاج بصلاية صغيرة، جنزبيل، بهار السمك. بهار السمك هتلاقوه اللينك بتاعه في صندوق الوصف، لازم تعملوه بالطريقة دي. هحتاج روزماري وطبعا ليمون. بديل الكريمة هنحط معلقتين دقيق في كوباية مية. اول حاجة حل على النار وهحط فيها بصلاية صغيرة تتشوح، ساعتها تحمر. هحط بقى معلقة صغيرة من الثوم المطحون، يا دوبك الريحة تطلع. وابدأ احط السي فود، اخد لها تشويحة معاها. كل الكابوريا كانت لازم تتقص وتتحط اللحم بس، بس احنا بنحبها كده. الناس فيما يعرفونا مزاجهم، ممكن تقص وتنضفيها وتحط اللحم بتاعها بس هي والجمبري، بس احنا بنحبها كده. اخد التشويحة كويسة، هحط بقى المية. طبعا المية لازم تكون مغلية. وهحط البهار. شريحة جنزبيل وروزماري. تغليش غلوتين وبعد كده هنزود عليها اللبن مع الدقيق زي ما قلنا ان هما بديل الكريمه. حط كوبايه لبن ومعاها معلقتين كبار دقيق وهقلبهم كويس وانزل بيهم على السي فود بعد ما استوت. بسم الله. هياخد بس غلوه صغيره عشان الدقيق يستوي، وبعد كده في الاخر هعصر الليمون. فرشة تحت السمكة قشر البياض، عبارة عن جزر وبصل، ثوم وروز ميري. وهنتبلها بنفس التتبيلة بتاعتنا اللي هي ثوم وبهار السمك وملح وليمون. ست سمكة بتاعتنا نظفة تمام. هبدأ دلوقتي احط فيها الحشوة، ثوم وبهار السمك مع الليمون. بس الاول هعمل فيها شقوق من فوق عشان الحشوة تكون جواها كويس اكتر. أحلى صينية سمك قشر بياض هتاكليها في حياتك. طيب صينية السمك بعد ما طلعت، هتلاقوا الفيديو كامل بتاع صينية السمك منفصل لوحده عشان نوفر عليكم في الوقت. نعمل السنجاري، وده سمك بولتي. فردته في الصاج ولفته من تحت بالفويل، وهنبدأ نجهز الخلطة. في الكبة هحط بصل، فلفل أخضر وألوان، شرايح جنزبيل وبصل، قصدي وجزر، خضرة مشكلة وتوم وطماطماية صغيرة، وكل ده هفرمه فرم ناعم جدا. هنزودها الليمون، معلقتين زيت، الملح، بهار السمك، وهفردها على السمك بتاعي. وبرضو الفرن لازم يكون سخن قبلها عشان السمك ما ينشفش منك. دلوقتي على الفرن، خدي بالك ان الخلطة لازم تكون كثيفة عليها عشان السمك كله يشرب منها، والافضل انك تسيبيها بره حوالي نص ساعة قبل ما تدخليه الفرن. لا حول ولا قوة الا بالله. ادي صينية السمك، ادي السي فود، بصي كأنها معمولة بالكريمة بالظبط. وادي رز الصيادية. اوسع بقى مكان لصينية السنجاري. السنجاري كمان يا حبايبي. ان شاء الله يكون الفيديو كان كويس بالنسبة لكم واستفدتوا منه. ما تنسوش تعملوا لنا لايك
وشوفوا بقية الفقرات التانية من برنامج نادي كل الستات للمطبخ، ما تنسوش تشوفوا توابل السمك مهمة جدا جدا وفيها فكرة عبقرية. اشوفكم في فيديوهات تانية بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.